بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ليلى تنسيها ليلى بنت أكابر وهتعيش عشة أكابر لا انت ما تعرفيش هي المركب اللي طالعه فرنسا فين لا دي حضرتك اتحركت من قيمه 4 ساعات او اكتر احنا لما قررنا ان انت وناديه تيجي تعيشي معايا هناك كان عشان نبقى عيله مع بعض لا كان ماشي ناديه تكون وسط عيله عن جد مش بي واما بيجتمعوا غير بالعزومات وبالمناسبات الاجتماعيه وهو بسلامة الدكتور ما كلمهاش يبلغها ليه انه هيتأخر يمكن التليفون بتاع المستشفى ما كانش فيه حرارة دي جوازتهم اللي ما فيهاش حرارة المحاولة برضو بترضي ضميرك بتنيمه شوية تحاول تشتغل تنشغل تحاول تبسط اللي حواليك تعمل نفسك انت كمان مبسوط يا نهار ابيض يا دي اليوم اللي مش فايت ابو يا ست انت الله يسيئك اللي انت اسمك ايه كريمة Buongiorno. Paolo, ladruno, vieni qui. Lasciami andare, scusa. Vediamo se tua madre sarà contenta quando vieni a saperlo. No, ti prego, non dirglielo. Va bene.
Per questa volta non glielo dico. Ma tu sai cosa succederà se ti dovessi vedere rifarlo un'altra volta. Non aspetterò che sia lei a punirti, lo farò io. Ma se lei sette هتاكلي الواد في ايه؟ ده اقول لما ياكلك يا راجل انت، ما تخليك في حالك. يا ساتر من لساني. Vieni con me, muoviti. Quale vuoi? Quella la cannella. Non ti sporcare. Saluta tua madre. E non ti scordare quello che ti ho detto. Se ti pesco di nuovo. Mi siete anche il culo. شفتوا الراجل الناقص اللي اسمه مسعود عمل ايه؟ ايه؟ ده شكله كبر وعقله خف. طب كبر وعارفينها، اما عقله خف ازاي عمل ايه؟ تخيلوا كان بيعاكسني يوم سباق حفيدته. يا خبر. يا حرام، بنته كانت واقفه في نص هدومها من كسفتها منه. مين مسعود ومين بنته؟ دول جيراننا، قريبين من هنا. قريبين ايه بس؟ دول ساكنين بعيد عن هنا بثلاث شوارع. انا مش فاهمه انت ايه اللي وداكي؟ مش بيقولوا النبي وصى على سابع جار؟ الست طلبت مني حاجة حلوة توزعها في السبوع وعزمتني أكثر بنفسها؟ أهي جات لكم اللي تكسر بنفس بلد. تشربوا حاجة تانية؟ لا ميرسي. مش قلتلك تعدي عليا يا نبيلة؟ ما أنا كنت في مشوار في السوق مع عايدة وكنت هعدي على حضرتك وأنا راجعة. طب وإيه بقى السوق؟ في حاجات حلوة؟ ايه نبيلة جابت قماش كتير حلو. عال احنا هنحتاج نشتري قماش ولوازم كتيرة في الفترة الجاية. هو مفيش حد هنا ياخد الطلبات ولا ايه؟ هاتيلي شاي بلبن. الا قولي لي يا نبيلة عندك صورة جديدة؟ لا والله يا طن. يبقى لازم تروحي تتصوري عند الخواجة أرتين عشان أنا اتفقت مع الست لواحظ الخطبة. أنت خرطت البنات خرطك خلاص ويدوبك نبتدي ندور لك على العريس. بتهيألي يا طنط العريس هو اللي مفروض يدور عليا. المهم تعترف في بعض. وأنت لازم تحددي يوم يبقى يوم الزيارة بتاعك. يوم شو؟ كل ست بتعمل يوم زيارة. بتعزم الستات يجوا عندها يقضوا اليوم. دي أفضل طريقة تتعرفي بيها على ناس أكتر وما تحسيش إنك غريبة في المكان. أنا متهيألي من يوم ما جيتي ما حدش دخل بيتك تقريبا. لا أبدا، أنتوا بتشرفونا بأي وقت. أنا بس بالأول كنت بحاجة أتعود على البيت وهلأ عم بتعود إنه أهتم بنادية، فالأمور شوي ملخبطة. بس أكيد بكرة منعمل عزيمة وبتنورونا. اللي هي نادية فين صحيح؟ نادية نايمة بالبيت وخيرية معه. اللي صحيح هو الدكتور عامل معاكي ايه؟ اتأخر عليكي امبارح؟ طب لو ما بتحبيهوش قولي لي واجيب لك حاجه تانيه. اجيب لك طعميه سخنه، في راجل بيعملها حلو قوي على اول الشارع. ما انت لو ما اكلتيش هنضطر نروح المستشفى اللي انت مش عايزه تروحيها، هتقعي من طولك. يلا. مش هتاكلي؟ كلت، سبقتك كنت نايمه ما قدرتش استنى بصراحه. كملي فطار بقى لحد ما اروح اعمل لنا كوبايتين شاي. ما قلتليش بتشربيه ازاي؟
كنت بدور على حاجة فريشة علشان ما وسخلكيش الدنيا. سكري مظبوط؟ هاتي. وانا انت مش قلتي مش عاوزة؟ رقها جري عليه لما شافته في ايدينا. خدي يا ستي. اها اتفضلي. يا بنت على مهلك، افرض اتحشر في زورك. بتخبطيني على ظهري او تخبطك على نافوخك. جالها عريس وبتتأمر. حد يلاقي حد يستتته ويرحمه من مرمطة الشغل دي؟ انت فاكره الجواز مش مرمطه؟ على الاقل مرمطة الشغل اخر الشهر بتاخدي عليها مرتب فلوس. اساليني انا. استنوا يا بنات مش هتاخر عليكم. اوعى تكون ما حشتليش تذكره. ودي تيجي؟ اتفضلي يا ست نعمات. ايه دي لمين بتاكلني بقالها يومين؟ حاسه ان دي اللي هتكسب البريمو. ان شاء الله، بس انت قولي يا رب. يا رب. اتفضلي. يا بنات استنوا. أنا نازلة الشغل. طيب اديني بس 5 دقايق وهنزل معاكي. على فين؟ همشي. كتر خيرك لحد كده. لا أنا خيري مكمل معاكي لحد ما تخفي. إلا لو كنت هتروحي على بيت أهلك، ساعتها مش هقدر أقولك خليكي قاعدة. تلاقيهم متوحشين عليكي. بس أنا ما ينفعش أقعد عندك أكتر من كده، أنا مش عايزة أتقل عليكي. أنتِ واخدة بالك إني قاعدة لوحدي؟ واني مش من البلد دي. انا سايبه اهلي وقاعده هنا لوحدي، ودي حكايه طول شرحها. يمكن لو لينا نصيب ابقى احكيها لك. القصد لو مالكيش حد هنا تروحي له، وعدم لا مؤاخذه يعني انت معاكيش شنطه هدوم ولا دياوله، خليكي قاعده هنا لحد ما صحتك ترد وروحي مكان ما تحبي. الا لو في حد مستنيكي، ساعتها ندور عليه واوديكي لحد عنه. لا انا ما اعرفش حد هنا خالص، مقطوعة من شجرة. زرع شطوني كده؟ حاجة زي كده. بصي يا بنت الناس، أنا كنت نازلة وسايبة لك البيت لوحدك ومأمنة لك. هو أي نعم يعني البيت ما فيهوش حاجة تطمعي فيها، بس مأمنة لك برضه. فأنت كمان ممكن تأمني لي. أنا هربانة من بيت أهلي. من جوزهم. أصل أمي ماتت. هو عايز يتجوزني لواحد بيشتغل معايا. قصدي يعني إنه هو اللي بيشتغل عنده. وأنا مش عايزة. هو طمعان في الفلوس اللي هتجيله من تحت راس الجواز، وانا ما قدرتش استحمل فهربت. هربت وخايفه ارجع عشان حاسه ان هو ممكن يقتلني. طب مالكيش اخوات قرايب؟ لا. مش معنى جيتي على هنا؟ معرفش، ركبت بقى اللي لقيته قدامي ولقيت نفسي هنا. الواحد اما بيكون بيهرب مش فارق معاه هو رايح فين، المهم بس ان هو يهرب من اللي هو بيحاول يبعد عنه. بس اللي بيهرب يبقى عامل عمله، هو بيبقى خايف لا يتعمل فيه عمله فبيحاول يحمي نفسه. انت اللي لازم تحمي نفسك. احمي نفسي ايه؟ امين بقول لك بنت غلبان والدنيا جايه عليها. هو مش غريبه شويه؟ ما كانت هربت من اهلها راحت اي حته في مصر، ايه اللي يخليها تسافر بلد تانية؟ ما هي بتقول ان الراجل اللي كان عايز يتجوزها ايده طايله وخافت احسن يوصل لها. براحتك يا جليله، عامه حراسي.
أنا لا هحرص ولا هخون. أهي قاعدة يومين لحد بس ما تشد حيلها وبعدين تبقى تشوف هتعمل إيه. هي بس صعبت عليا. الواحد ما بيختارش ظروفه. بالنسبة للي اختار ظروفه شايف إن هي مش مريحاه، مش يبطل مقاوحة بقى ويغيرها؟ أمين أنا مش عايزة أتخانق. وإحنا ليه كنا بنتكلم في الموضوع ده تصممي إن إحنا هنتخانق؟ عشان بتفور لي دمي يا أمين. وصوتك هيعلى وصوتي هيعلى وأنا طالعة أغني كمان شوية ومش عايزة صوتي يروح. نبقى نتخانق وأنت بتروحني بعد ما نخلص. ما تخلينيش أغني بقى وأنا بالي مشغول معاك إنك واخد على خاطرك. إحنا الاتنين عارفين كويس إن حتى لو جابولك خبري برضه بالك مش هيتشغل أول ما تطلع على المسرح وتسمعي تسقيف الجمهور للمطربة العظيمة جليلة. منيح انك ما تاخرت. عندك ضيوف؟ نشوف الك. بيا من المرضى تبعك هيئتها راحت لعندك على المستشفى وما لقيتك. هو انت ما كنت بالمستشفى؟ انا اسفه قوي يا دكتور، جيت لك من غير ميعاد. شو بتحب تشربي؟ ما فيش داعي تعبك. لا ابدا ما بيصير. ان كان ولا بد يبقى ينسون. تفضلي. تكلمتي؟ ايه اللي جابك؟ لا ده انا اللي المفروض اني اسالك. ولا هو انا غبي الام؟ تفضلي. اديني سمعت كلامك وماشي. ست انا ممنونك. لا انا مش عايزه امتنانك، انا عايزاك انت. يا اسطى وصل الست حد بيتها وده حسابك اهو. شكرا. استنى يا اسطى، بكره لو ما جتليش هاجي لك انا، والمره دي بقى مش عارفه اذا حكايه بابايا العيان دي هتدخل عليها ولا لا. شويه الكلام ده سعيده. يسعد أيامك ولا يليك.
اتفضل يا اسطى. دي قريبتكوا دي ولا ايه؟ لا ابدا. وشيع مش غريب عليا زي اللي اكون شفتها قبل كده. ابوها من العينين بتوعي تعبان شويه وجات بتسال على الدواء بتاعه. لا فيك الخير، مش ملاحق، عيانين في المستشفى وفي البيت، لازم تريح يا حبيبي. عن اذن حضرتك. اذنك معاك يا دكتور. يا قادر جايبها لها لحد البيت. فين الحنطور؟ انا قلت لك يا ماما استني جوه لحد ما يجي. لا هو القطر هيستنانا اياك. القطر لسه فاضله ساعه على الاقل. طب سيب الشنطه اللي في ايدك اللي انت محتاس بيها دي وشوف لنا حنطور. يا باي على برودك. مش تسألني أشرب إيه؟ أنت رجعتي إمتى؟ لسه واصلة وحياتك. إيه؟ تياترو كان مضلم من غيري؟ الزباين كانت هتتجنن عليكي، كانوا بيسألوا عليكي كل يوم والتاني. وديني رجعت لهم. البنت مكانها مع فرقة كبيرة في مصر، مش هنا. ما تكبرهاش في نفوخها بقى. وأنت تكره لها الخير؟ وأنت هتموتي والخير يحصل للي حواليكي. بالعند فيك آه. هي بالذات بحبها. وعارفة إنها مش أقل من اللي بيغنوا ويمثلوا هناك. ولا خايفة في الشهور الأجازة اللي أخدتيها تكون خدت غلاوتك عند الزباين؟ فشر. اللي يحب لولا ما يسلهاش، ولو الست ليلى مراد وقفت بنفسها تغني له. بكرة راجعة على المسرح هرقص وهتشوف. بكرة بكرة؟ أيوه. أنا قلت أعدي النهاردة وأعمل فيها زبونة. إنما إيه الأغنية الجنان دي يا بنت؟ برضو ما شفتليش هشرب إيه؟ هشوف الترابيزة اللي هناك وأجي أخد طلاق. خف شوية يا لولا، هو مش طايقني من غير حاجة. أنت اللي مدلعاه. الحمد لله على السلامة يا ست لولا. الله يسلمك. سيبوني لورا بقى، كان عايز أقعد مع حضرتك. وأنا من إمتى بقى أقعد مع زباين؟ ما أنا عارف، لكن أصل هو كان بيقول يقول اللي يقوله، وترد تقول له جليلة بتغني، بتغني وبس. ما هو من خيبتك. خيبتي مناسبة لي. عن إذنك. انت رايحه فين؟ رايحه تهزقيه ولا ايه مجنون؟ لا انا يا دوب اروح، عندي ضيوف في البيت. التياترو رجع نور. انت سرحان ولا الكتاب صعب لهالدرجة؟ دي رواية بس حلوة قوي. شكلك ما بيقول انك مبسوط وانت عم تقراها. ليه بالعكس، يمكن سرحت مع الاحداث شوية. بتهيألي لو قريتيها هتحبيها دي كمان. انا ما قريت شي من وقت ما كنت بالمدرسة. ما صدقت اخلص من المدرسة لاخلص خالص من موضوع المطالعة. للدرجة دي القراية مش بتستهويكي؟
أنا كنت الوحيدة وسط البنات اللي ما بحب حصة المطالعة. ما بحياتي اشتريت كتاب وقعدت قريته بالسر. من أنا وصغيرة بحب الموسيقى، وهلأ صرت أحب أكتر روح أحضر أفلام. بس غريبة أنك بتحب الأفلام ومش بتحب الروايات. الأفلام بيبقى فيها قصة شعر ورقص وموسيقى ولبس. طب والحدوتة؟ من غير كل هالأشياء ما بتسوى شي. ما رحنا الفيلم اللي وعدنا نروحه. خلاص بكرة أحاول أخلص شغلي بدري وأروح السينما. يمكن نتعشى هنا لوحدنا؟ يمكن أقول لأصحابنا لو عايزة. لا لا بالعكس، أنا بس قصدي إنه ربلك الخفيف. شوفي كده، دول هدمتين بشوكو، ماشي حالك بيهم لحد ما تقفي على رجلك وننزل نجيب لك كام حاجه. ربنا يخليكي. لا انا مش عارفه اقول لك ايه، لو كنتي اختي ما كنتيش هتعملي معايا اللي انت بتعمليه ده. انت لو ليكي اخوات ما كانش الراجل الناقص ده استقوى عليكي. انما هنقول ايه؟ هي مين ليلى؟ ليلى؟ ايوه، وانت بتحلمي كنت بتندهي على ليلى. دي جارتي اللي ساعدت نهار، متتغيرش عنك. لولا الظروف كنت كلمتها وطلبت منها انها تساعدني، بس انا مش عايزه ادخلها في مشاكل. اصل جوز امي لو عرف ان هي ليها يد ان انا هربت او ان انا بتكلم معاها، انا مش عارفه هو ممكن يعمل فيها ايه. لا ولا تكلميها ولا تكلمي غيرها، انك تبعدي خالص احسن ليكي وليهم، وانا معاكي اهو جنبك. انتي طيبه قوي يا جليله. صعب قوي في الزمن ده ان حد يلاقي حد يفتح له بيته وقلبه. ان كان على البيت مقدور عليه بسيطه، باب القلب ده بقى بتاع ربنا، بيتفتح لنا ساعات من غير ما نختار، ويدخلوا ويقعدوا كده من غير استئذان. حالتهم بره صعبة قوي، بالأخص والدته حاولت توقفني وأنا داخل عشان أطمنها، بس ما عرفتش أقول لها إيه. المشكلة إنه نزف كتير قوي، تهيألي صعب ده. ما ينفعش تقف قدام مريض في أوضة العمليات وأنت المفروض بتنقذه، وأنت شخصيا تاخد الأنا. مشرب
يا حبيبي بطل لكعه وشيل الشنطه دي دخلها للست هانم جوه. وانت خد تعال. انا مش قلت لك تطلع على قصر 2؟ يلا بسرعه المركبه تطلع، شهله شويه. يلا يا اخوانا. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا ست هانم. كنت اعرف لو عايزه اطلع فرنسا على اول مركب من مين؟ اعمل ايه؟ حضرتك معاكي تذكره؟ لا. في جواز سفر؟ كده محتاجين نطلع جواز سفر من قلم الجوازات. طيب هو جواز السفر ده بيتعمل باسمي وبيبقى عليه صورتي؟ مظبوط. بعد كده حضرتك هتطلعي على القنصليه عشان تخلصي التاشيره. التاشيره والباسبور يعني ممكن اسابيع ممكن شهور. كويسة؟ سعيدة، أنا دكتور فريد، إحنا اتقابلنا يوم ما وقعتي. أيوة أنا فاكرة حضرتك. أنا آسفة إني ما جاتش فرصة أشكرك على تعبك معايا. مفيش تعب ولا حاجة. الجرح شكله بقى أحسن. الحمد لله. أنتِ قاعدة معانا هنا شوية؟ مش عارفة والله شكلها. البلد هنا لطيفة وناسها عشريين، مش هتاخدي وقت تتعودي عليها. أنا لما جيت في ظرف كام شهر بقيت حاسة إن أنا عايش هنا من زمان. هو أنت كمان مش من هنا؟ أنا من مصر بس بقالي هنا حوالي 3 سنين، فخلاص أخدت على المكان والناس. وأكتر حاجة حبيتها وأخدت عليها هي البحر. لما بكون متضايق أو يبقى بالي مشغول بلاقي رجلي جايباني لحد هنا. في حاجة في هوا البحر وصوته بيخلي الواحد داري بيروح. هو حضرتك متضايق؟ لا مش بالظبط. النهارده كان عندي عملية صعبة. شاب صغير في السن ونسبة نجاح العملية ضئيلة جدا. وكان المفروض إني أطمن أهلي وأطمن الدكاترة اللي معايا في أوضة العمليات. وأنا بيني وبين نفسي مش مطمن أهلي. بس في الأوقات دي الواحد لازم يصدق إن كل حاجة هتبقى كويسة. ده كفايه؟ هتصدقي انه كفايه لما اقول لك ان عملي ليك حق. عشان كده اوعي مهما الدنيا ضاقت تفقدي الامل. حتى لو الامل ده حباله دايما وكل حاجه بتبعدك عنه اكتر ما بتقربك منه. مفيش مشكله ملهاش حل. يمكن الموضوع ما يخصنيش. بس واضح انك بتمر بمشكله او في حاجه مضايقاكي. بس مهما كانت هي ايه ان شاء الله هتلاقي حل. طولت انا في النوم المره دي. زمان اتكلمت الحيطان من الزهق. لما انا وقفت في المطبخ وعملت اكل. المطبخ؟ ولقيتي حاجه في المطبخ؟ بصراحه لا، بس نزلت جبت حاجات وجيت. بس عملت حاجات بسيطه يعني على ما اوصف. حبه مساعه. لا ده كده الحمام يستنى بقى وناكل الاول. يا بنت الايه؟ ده انت طلعتي شاطره اهو. بجد عجبتك؟ قوي. ما تتخيرش عن بتاعه قبل نعمات. هبعرفك عليها. كتر خيرها بتنجدني في موضوع الاكل ده. بس انا برجع من الشغل مش قادره افكر في حاجه غير اني عايزه انام. فبكسل اقف اعمل اكل. ده انا شاطره قوي في المطبخ. بس ما لقيتش غير الحاجات دي في السوق. ده كويس انك ما تهتيش وعرفتي ترجعي. طب ايه؟ مش هتاكلي؟ مالك يا كريم؟ معرفش يا جليلة،
بيبان بس عماله بتتقفل في وشي ومش عارفه اعمل ايه. بيبان ايه اللي بتتقفل في وشك يا كريم؟ امال لو ما كانش ربنا نجدك من جوز امك الدون والجواز الغصب. بس انا ما فكرتش انا هعمل ايه بعد ما اسيبه. ده انا حتى ما لحقتش اخد ولا شنطه هدومي ولا فلوس. مش عارفه هروح فين ولا هصرف منين ولا هعيش ازاي. تفتكري هينفع الاقي شغل ولا اجيبها من اسرها وارجع؟ لا ترجعي ايه، اكيد هنلاقي يعني، مش هنغلب، هتتحل هتتحل. يا رب يا رب. انا فعلا محتاجه الفلوس بصراحة، يعني مش هينفع ان انا اتقل عليكي اكتر من كده. ملكيش دعوة بيا بقى يا كريم، انت واخدة بحسي. هو صحيح يعني انا بنام وانتي صاحية وبصحى وانتي نايمة، بس اهو اني نايمة وانا عارفة ان في حد في البيت ونس. وكلي بقى عشان انا ما عنديش خيشة، وهنزل على الطبق ده خلصه كله ومش هسيبلك فتفوتة. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك.
مدمنة، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب. لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أعراض أعراض الانسحاب.